السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. فيديو اليوم سيكون عن طريقة مشربة رائعة ومنونة للتخلص من اجتياح النمل لمنزلكم. كما تعرفون في الفصل الحار وحتى في غيره قد تلاحظون وجود النمل في المنزل، وللتخلص من هذا النمل الذي يجتاح منزلنا إليكم طريقة سهلة جدا جدا وبمكونات ستستغربون من استعمالها في هذه الوصفة. كما تلاحظون سنحتاج للطباشير الأبيض، يعني الطباشير المستعمل في الكتابة على السبورة سنستعمله في هذه الوصفة، وسنستعمل الخل، يعني سواء استعملتم الخل الأبيض أو الأحمر لكم الاختيار، المهم أننا سنستعمل الخل. لنمر لعمل هذه الوصفة التي تبعد النمل نهائيا عن المنزل. إذا أول خطوة سأقوم بها هي دق قالب الطباشير للحصول على المسحوق، نريد أن نحصل على مسحوق ناعم جدا جدا. إذا سأقوم بتكسيره بهذا الشكل، ومن ثم سأقوم بدقه جيدا للحصول على المسحوق. يمكنكم اعتماد هذه الطريقة، يعني استعمال الهون أو المهراز، أو يمكنكم يعني طحنه في مطحنة كهربائية أو شئتم، أو حتى سحقه باستعمال ورق، تقومون بتنير ورق وتقومون بالضغط عليه بأي شيء صلب حتى يسحق تماما. هو المسحوق الذي حصلنا عليه، كما تلاحظون قوموا بسحقه جيدا للحصول على مسحوق الطباشير. إذن ها هو، لاحظوا كيف أصبح. بعد ذلك سأقوم بإضافة الخل للمسحوق، لدي هنا تقريبا ملعقة صغيرة، سأضيف مقدار ملعقة صغيرة من الخل وأخلط بهذا الشكل. نخلط جيدا بهذه الطريقة ونرى إن كان يحتاج للمزيد. طبعا وضعت كمية قليلة، إذن هذا كافي جدا، يعني سنضع كميات متساوية من كل مكون. وهذا هو العجين الذي حصلنا عليه. إذا بعد الحصول على هذا الخليط تتركونه حتى يتشرب بعضه جيدا، يعني ستلاحظون أنه قد اقترب من الاجتفاف، تأخذون القليل منه ولما لا حتى تتركونه حتى يجف ويصبح صلب وتأخذون القليل منه، تحيطون يعني كامل يعني الأماكن التي تشكون من دخول النمل منها أو التي لاحظتم يعني وجود النمل بالقرب منها حتى في الحديقة، ذلك يعني رائحة هذه الخلطة نفاذة جدا جدا، وهي ستعمل على تغيير مسار النمل والحيلولة دون دخوله إلى المنزل. يمكنكم تكرار عمل هذه الوصفة مرة في الأسبوع حتى يبتعد النمل تماما جدا جدا. كما تعرفون النمل يعني حتى يستطيع أن يتواصل مع بعضه فهو يفرز نوع من الحمض، هو الذي يجعله يعني يبعث إشارات لباقي النمل عن طريق هذا الحمض حتى يلتحق به في المكان الذي وجد فيه الطعام. هذه الخلطة ستغير مساره بالكامل وتقضي على رائحة هذا الحمض التي يفرزها، وبالتالي لن يدخل للمنزل، وحتى يعني النمل الذي يوجد في المنزل سيفر هاربا من رائحة هذه الخلطة ويبتعد تماما. هذه الخلطة لن تقتله بالمرة بل ستطرده نهائيا لأن رائحتها نفاذة وستغير مساره. إذن أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الخلطة. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدوا هم أيضا،
وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة. انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.